إذا المصالحة تعني النشطاء السياسيين والإعلاميين وليس سراق المال العام. يعني اللي راه يتخيل بلي الدولة يقول لك هاي الناس اللي سرقوا دراهم ونهبوا وكذا هاي نبداو أزيرو وكذا كذا وعفى الله وعمس، لا، لأنه حتى ويسمح تبون الشعب ما يسمحش، الرئيس من صلاحيته لكن الشعب ما يسمحش. كي نقول الشعب ما يسمحش، ولو فئة قليلة من الشعب ما تسمحش. وسنطالب بحقنا كشعب في استرجاع الأموال حتى وإن أصدر الرئيس تبون مرسوم رئاسي بالعفو. يعفي تبون ولا ما يعفيش، احنا مش قابلين ومناش راضيين ومناش موافقين، مش نكون متفاهمين. بالرغم من أنني متأكد أن قضية العفو لا تعني سراق المال العام، على هذا الأساس اللي كان من الضروري الحديث على بعض الذين استفادوا من ملايير الملايير وممسهمش ما يقال ما يسمى بالمنجل، وممسهمش مبدأ من أين لك هذا، وممسهمش أين هي الأموال. كاين ناس اللي داو ملايير لكن لحد الآن ما نعرفوش حكايتهم، وبات من الضروري أن نتكلم عنهم بالتفصيل. قضية وزير المالية جلاب تكلمت، ومازال مثل ما قلت مازال ملف مفتوح لحد الآن، لأنه للأسف الشديد وزير المالية الأسبق محمد جلاب كبد الخزينة العمومية خسائر فادحة كارثية من أيام وهو رئيس مدير عام القرض الشعبي سيبيا، ومن أيام كان مصفي بنك الخليفة. وأنا طالبت كمواطن جزائري كناشط كإعلامي كمطلع على بعض الخبايا والخفايا التي لا يعرفها كل الناس، طالبت بإعادة فتح ملف الخليفة لأنه فيه أسرار خطيرة وخطيرة جدا لم يتم الكشف عنها. نعم، فيه أسرار خطيرة في ملف الخليفة، من بين الأسرار أين هي الملايير التي تركها عبد المؤمن خليفة؟ أين هي الملايير؟ كانت بنوك وطائرات ومقرات وفلل وقصور وقناة تلفزيونية فضائية ودنيا، أين راحت؟ أين ذهبت هذه الأملاك؟ وين راحت هذه الأملاك؟ بالرغم من أنه كان جزائري لحد الآن ما استرجعوش أموالهم من بنك الخليفة، خاصة المواطنين البسطاء. ممكن كبار القوم استرجعوا أموالهم وزيادة مع الأرباح 25% مثل ما تكلمت سابقا، لكن كاين البعض اللي ما استرجعوش أموالهم لحد الآن. كاين البعض اللي مادين قروض بالملايير وحرقوا لهم الملفات، مثل ما قلت أنه جلاب بشهادة إطارات سامية في بنك الخليفة قالوا لي أنهم شفناه بعينينا يحرق في الملفات في بتية تحديد، بتية تاع بترول هذوك حاطة تحديد يحرق فيها الملفات صباح تنوض تلقى الدنيا رماد. إذن بات من الضروري إعادة فتح ملف الخليفة، لأنه حسب الخبراء في الاقتصاد كان بالإمكان إنقاذ مجمع الخليفة واسترجاع مجمع الخليفة في كل المجالات. شركة السيارات كان يمكن استغلالها كشركة وطنية سواء في فرنسا أو في الجزائر، لأنه عبد المؤمن خليفة كانت عنده شركة نقل وكراء السيارات في فرنسا في باريس، كانت عنده شركة كبيرة سيارات فخمة. في الجزائر كانت عنده سيارات، نفس الشيء شركة نقل. كان عنده طائرات اللي كاريها واللي شاريها، كان عنده طائرات ملك الخليفة الشركة. كان عنده مقرات فيلل ملكه شاريهم وكاين اللي كاريهم بعقود. كان عنده سيولة مالية تقدر بالملايير، أين ذهبت هذه الملايير؟ إذن أمور كثيرة في الخليفة. كان بالإمكان حسب الخبراء، نقول حسب الخبراء لأني لست خبير في الاقتصاد، حسب الخبراء كان بالإمكان استرجاع أو إنقاذ بنك الخليفة وشركة طيران الخليفة و
قناة تلفزيون الخليفة وشركة تأجير كراء السيارات الخليفة كان بإمكان. يعني لما نرجعوا ل 2001 2002 2003 شركة الخليفة للطيران كانت تضمن رحلات بشكل يعني باهر، ناس تكاد تكون تخلات على الخطوط الجوية الجزائرية الجيري، ولا الناس ما تركبت فيها، ناس كل تقول لك الخليفة، الخطوط الداخلية أو الخارجية. أنا واحد من الناس سافرت في الخليفة أكثر من مرة، سافرت للعنابة للقسنطينة الوهران في طيران الخليفة، سافرنا يعني كانت الخليفة كانت مغطية مطار الجزائر، كان طائرات الخليفة أكثر من طائرات الخطوط الجوية الجزائرية. كان بإمكان المصفي في ثلاث شهور اللي حطم شركة في ثلاث شهور حطمها رجعها الله، كان بالإمكان مثل ما قلت سنشوف هذا الخبر الآخر ما هوش وقت وقاعد تروح بعدنا انت واللجنة المركزية تاعك يا حسرة يا ربي، نحسب حاجة مهمة ويحكي لي على اللجنة المركزية، اختي عزرين انت وبعجي هبلتونا عزرين هذه الفلان تاعكم، قلت لكم نحيو عزرين هذا الخرطي تاعكم بعد نرجع ليه. استغفر الله، الله تلفت هنا. قلت كان بالإمكان استغلال واسترجاع مجمع الخليفة، الطيران، البنك، النقل، القناة الفضائية اللي كانت قناة صراحة فيها خيرة الصحفيين وفيها تجهيزات يعني عملاقة، كاميرات، مش عارف أنا، سيارات، البنك كان عنده سيارات مصفحة، سيارات بلاندي ينفذوا دراهم، كان عنده شركة الحراسة الأمن الخليفة، يعني كان إمبراطورية. كان بالإمكان أنه هذه الإمبراطورية الدولة تسترجعها وتصبح ملك للشعب، ملك للدولة. السؤال المطروح وين راحت أملاك الخليفة؟ المسؤول الأول على تصفية الخليفة وتحطيم الخليفة ورجعة تراب الخليفة للأسف الشديد هو سي محمد جلاب، الذي تم ترقيته إلى منصب رئيس مدير عام سيبيا القرض الشعبي اللي هو أهم بنك جزائري واللي هو أهم ممول للعصابة والمافيا من الملايير من بينها علي حداد جماعته، ليتم ترقيته فيما بعد إلى وزير المالية خلال عام واحد، دار اللي ما داروش ممكن أي وزير مالية. على هذا الأساس اللي كان لابد من وضع حد لهذا التغول وهذه الفوضى والملفات الكثيرة.